حضرتك اول مره تشرفينا هنا ولا اتعاملتي معانا قبل كده؟ لا انا اتعاملت بصراحه ثاني مره عادي، بس انا اول مره اجي المحل، بس ثاني مره اجيب حاجه. طب احنا عاوزين رايك بكل صراحه، ايه رايك في الحاجات اللي جربتها من عندنا؟ لا ما لو كنتش حلوه ما كنتش جيت اصلا. انا جبت من عندكم اللي عجبني قوي، الفراخ المشويه، وكمان اللي هي الدبابيس برضه، اللي هي جاهزه برضه متبله. بس اللي متبله؟ بصراحه برضه هي. السجق اللحمه البلدي جربتيه كويس؟ عجبك يعني؟ عجبني، وخصوصا ان هو يعني